واحد من نجوم الكرة المصرية، مدير أو مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني. يعني بفول عليك تبقى مدير فني، مش مشكلة. كابتن أحمد ناجي من أفضل مدربين حراس المرمى اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، برحب بيك على الهواء مع نجوم اللعيب كابتن خالد بيبو وكابتن إيهاب الخطيب. عليكم الدخله ده كابتن، انت نايم شكلك ولا ايه؟ على لا كنت بتفرج على ليفربول والله. يبقى سرحت بقى في الماتش. بسلم عليكم كلكم، وخالد بيبو ابن حبيبي، وهاب الخطيب اخويا، وانت طبعا يا استاذ حبيبي نور لي الدنيا كلها. كابتن احمد يعني طمنا على عبد الباسط، بس الحمد لله انا سلامتك عشان كان عامل حادثه وحاجات زي كده. الف سلامه الف سلامه. طمنا على حراس مرمى منتخبنا الوطني. كالعاده يعني دايما الكلام كتير جدا، الشناوي ما انضمش، عامر موجود، مين هيبقى حارس مرمى، الاسئله اللي انت دايما بتتسالها. لكن الاسئله اللي انا ما بجاوبش عليها بالظبط. انت عمرك ما جاوبت على اي حاجه، انت هتقول لي انا عمرك ما جاوبت على اي حاجه خالص، يعني مهما نسال مفيش مشكله خالص. لكن طمنا على بتنحرف قلبكم خلاص. بالظبط كده. لا طمنا بجد على حراسه مرمى منتخبنا. الحمد لله حراسه مرمى مصر بخير، ودايما باكد على دي، ودايما باكد على جديتهم دايما في البطولات المجمعه، ويعني في البطوله الافريقيه وصلنا بيهم للنهائي، والتصفيات وصلونا لنهائي افريقيا، وفي كاس العالم كانوا من اميز الناس موجودين في البطوله. يعني مش شايف اي يعني مصدر للقلق ولا لل، يعني كل الامور كويسه. عندنا في الدوري المصري اكثر من 7 8 حراس زي ما بقول دايما يقدروا يمثلوا منتخب بلادهم بمنتهى الاريحيه ان شاء الله. طيب يا بامانه كابتن ناجي، بامانه بامانه، هل في ازمه في حراس مرمى منتخبنا الوطني، او في ازمه في حراسه المرمى في مصر بشكل عام؟ يا ابني ما كنت لسه بقول من دلوقتي. لا معلش انا بقى، انا السؤال ده مهم جدا ان انت ترد عليا بشكل تاني، وانت عارف انا اقصد ايه. ولا تقصد اي حاجه ولا فاهمك اساسا. لا 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 لا، العصر يعني الزمن اللي احنا بنعيشه دوت، شايف ان من أزهى يعني اوقات حراس مرمى جيدين جدا، يعني امكانياتهم عاليه جدا، بيلعبوا مباريات زيهم زي اي حد. يعني لسه نقول صب حارس العالم عنده طالع في كوره عادي، قرار خده عادي، مش موفق فيه، مفيش مشكله. كل الحراس في العالم عندهم اخطاء، وكل الحراس في العالم ما بيتقيموش بالطريقه اللي احنا بنقيم بيها، بنقيم بالقطعه يعني، او بالدقيقه كمان، ولا بالخمس دقائق. عندنا حراس مستوياتهم عاليه جدا، محققين اهداف رهيبه بشكل جيد جدا في كل الاعمار، يعني الكبار والمتوسطين المتوسطي العمر والصغيرين كمان، في 3 4 طالعين قايمين. ما عندناش اي مشكله في حراسه المرمى ان شاء الله. خلاص خلصت؟ اتفضل سعادتك. طيب الشناوي وابو جبل وجنش وعامر عامر، دول الاربع حراس المنضمين لمعسكر منتخبنا الوطني. هل في فرصه ان ممكن ينضم في القائمه النهائيه لكاس الامم الافريقيه حراس اخرى؟ اكيد طبعا، كاس الامم الافريقيه 3 اشهر او اكثر. ايوه يعني ممكن يعيش ناس ويموت ناس يعني احنا عارفين ايه اللي حصل. كان رايحين كاس افريقيا بثلاث حراس لعبنا بحارس واحد. ما كانش فيه احتياطي كمان، مش كده ولا ايه؟ صح عندك حق.